ولنقاش ملف زيارة الوفد الدبلوماسي الأوروبي للحدود الجنوبية للأراضي المحتلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة المتخصص في الشأن الفلسطيني دكتور ناجي البطة. أهلا بكم دكتور. يا أهلا بك. في ظل زيارة وفد دبلوماسي أوروبي للحدود الجنوبية للكيان المحتل مع قطاع غزة وتجاهل زيارة القطاع، انتقدت الكثير من الجهات الحقوقية هذه الزيارة وأكدت أنها تضفي شرعية لممارسات الاحتلال. ما دلالات هذه الزيارة والرسائل المراد إرسالها من خلالها؟ أولا، دلالاتها أن الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام يصرون على أن يكونوا دائما بجانب الطرف المعتدي، بجانب يعني الجلاد ضد الضحية. وأما الرسائل فهي أنه لا قيمة لكم يا عرب ولا قيمة لكم يا فلسطينيون، يا من تهربوننا إلى تطبيع مع الإسرائيليين، وبالتالي كأن حقوقهم ليست حقوق إنسانية بل أدنى من ذلك. وللأسف الشديد يعني هذه الزيارة تؤشر إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي هو موقف سلبي وغير حضاري وغير أخلاقي وأيضا غير قانوني. ما الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين في ظل هذه المحاولات الأوروبية والأمريكية لإضفاء الشرعية على الكيان، لا سيما أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة تواصل انتهاكاتها واقتحاماتها يوميا لباحات الأقصى؟ يعني الفلسطينيون كشعب مثلهم كمثل باقي شعبنا العربي، مستباحين، لأن العرب الآن أصبحوا أدوات صهيونية، وأصبح يعني العدو الصهيوني لا يأبه لأي رد فعل، لأنه ضمن هذه الدول أو هذه الحكومات والحكام لن يكونوا إلا مدافعين عن حقوق الإسرائيليين في استباحة الأقصى واستباحة الأرض الفلسطينية. وبالتالي يعني أنا أطمنكم أن الفلسطينيون يعرفون يعني هذه المعادلة جيدة، وبالتالي هم يعني يأخذون بكل أسباب القوة الممكنة لديهم لكي يدافعوا عن حقهم، حتى يأتي يوم تنقلب فيه الصورة ويصبح الحق لأهل الحق الحق في أن يدافعوا عن أنفسهم من خلال أمتهم وعنقهم العربي والإسلامي. في ظل تطرف اليمين المتصاعد في أوروبا وقبيل الانتخابات الأمريكية التي ينتظر أن تعيد تشكيل خارطة المنطقة، ما هي ملامح المرحلة المقبلة وانعكاساتها على فلسطين في ظل هذه المستجدات؟ فلسطين هي جزء من الأمة العربية، وما يصيب فلسطين يصيب الأمة العربية. نكبة فلسطين هي كانت مقدمة لنكبة العراق وليبيا والصومال واليمن وسوريا، يعني كل هذه نكبات متتالية. وبالتالي يعني للأسف الأوروبيون بشكل خاص والغرب بشكل عام والتحالف الأمريكي الأوروبي هم لا يريدوا أن تكون لهذه الأمة، الأمة العربية والإسلامية، أن يكون لها شخصية اعتبارية قادرة على اتخاذ قرار وقادرة على فرض سيادتها. لكن كما قلت لك، مهما ظهر يعني هذا اليمين في أوروبا، يمكننا أن نقول أن هناك صحوة تعيد للحق العربي مكانته. ويعني مهما طال ليل هذا التعدي الأمريكي الغربي على أمتنا، فأقول لك أن موعد استيقاظ هذا المارس يعني بإذن الله تعالى لن يقبل هذه الاستفزازات، موعد استيقاظه سيكون قريبا إن شاء الله. دكتور، تحدثنا من قطاع غزة المحاصر، السؤال الذي يطرح نفسه عن سبل إنهاء هذا الحصار المفروض منذ سنوات على القطاع، لسيما في ظل تفشي فيروس كورونا وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين هناك. أنا بالمناسبة أحدثك من شرق القطاع، يعني أمامي الحائل السلكي زي ما بيقولوها، يعني الحدود بين مناطق 67 و48 التي زارها من الجهة الأخرى المقابلة لي الوفد الأوروبي، للأسف هذه الزيارة العدوانية. لكن كما قلت لك، أنا يعني لا أريد أن أصبط همم الناس الذين يسمعوننا. فجر الأمة قادم، وأبنائها المخلصين من يعني هذا الشعب العربي العملاق ستعود بيدهم زمام الأمور، ولن تبقى في يد عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة والغرب. وبالتالي نحن في قطاع غزة نستطيع أن نقول لدينا كفاءات طبية
وبشكل عام في فلسطين كفاءات طبية متميزة من حملة الدكتوراه والماجستير، وأولئك الذين يعملون في شتى أنحاء العالم قادرين على أن يوفروا الحد الأدنى من إمكانيات مواجهة الكورونا وإمكانيات مواجهة الحصار إلى أن يعني يحدث الله عز وجل أمرا كان مفعولا. شكرا جزيلا لكم دكتور ناجي البطة، المتخصص في الشأن الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة.